أفادت دراسة مسحية نفذتها الأمم المتحدة ونشرت مؤخرا أن 8% من اللاجئين السوريين في الأردن يريدون العودة إلى بلادهم خلال 12 شهرا المقبلة، في الوقت الذي يحاول فيه الأردن إطلاق عملية تجريبية للعودة الطوعية لقرابة 1000 لاجئ سوري تحت إشراف الأمم المتحدة. وتفيد الدراسة المنفذة بين كانون الثاني وشباط 2023 أن 93.5% من اللاجئين لا يريدون العودة إلى سوريا خلال العام المقبل مقابل 92.18% العام الماضي، فيما أجاب قرابة ربع الرافضين العودة في غضون عام أن لديهم الرغبة في الرجوع لسوريا خلال الخمس سنوات المقبلة. وكانت نسبة اللاجئين الرافضين العودة لسوريا في غضون عام واحد هي الأعلى في الأردن بواقع 96.18%، فيما كانت العام الماضي 94.20% مقابل 95% في مصر و94% في العراق و91% في لبنان. من العقبة ينضم إلينا رئيس غرفة تجارة العقبة سيد نائل الكبريتي. سيد نائل، أهلا وسهلا بك. سيد نائل، بالحديث عن الملف السوري وهذه المستجدات فيما يتعلق بالعودة، أيضا يعود الحديث للحركة ما بين الأردن وسوريا. كنتم على رأس الوفد الاقتصادي في اجتماع في دمشق مؤخرا، فماذا كانت أهم المخرجات من تلك الاجتماعات؟ مساء الخير وللوطن العزيز ألف خير. اليوم العلاقة التي تربط الأردن وسوريا علاقة مميزة وخاصة بالجيرة والعلاقة الاقتصادية واحتياج الدولتين لبعضهما فيما يتعلق بقضية اللوجستيك والترانزيت، حيث الأردن يشكل البوابة الرئيسية للبضائع والحافلات بتوجه إلى الخليج السوري، وكذلك احنا في المستقبل إن شاء الله كما قلنا بالسابق نحتاج سوريا للعبور الى اوروبا في سلعنا كان تصديرا او استرادا. اليوم العلاقه الاقتصاديه التي تربط الاردن وسوريا ربما محصوره ضمن نطاق محدد من قبل ماذا يسمح للتصدير وماذا يسمح للاستيراد، ولكن عندما ننظر الى القضيه الاقتصاديه نجد ان هنالك طريقتين لتقويه هذه العلاقه الاقتصاديه، اما عن فتح الحدود بما يتعلق بقضيه السلع الوارده والصادره ضمن ضوابط منفتحه اكثر، ام الاستمرار بالطريقه التقليديه الحاليه اللي هي معظم هذه السيارات التاكسي او ما يسمى في البحاره. ولكن عندما ننظر الى اليوم الى الكم الهائل من السلع التي تصدر الى الاردن عن طريق هذه البحاره نجد ان هناك حركه هائله جدا تتجاوز 200 سياره يوميا. نعم. وعندما ننظر الى الشاحنات ننظر الى عدد كبير من الشاحنات اليوميه التي تاتي من عبر الحدود الاردنيه، وكذلك هل الاردن الان قادر على تصدير السلع الى سوريا؟ نجد ان سوريا الان ضمن الظروف الاقتصاديه التي مرت بها هي الان ليس سوريا كما كنا متعارف عليها سابقا، بحيث انها عندها الكم الهائل من الانتاج والصناعات، اليوم معظم صناعاتها اصبحت يعني مندثره، فبالتالي هي بحاجه الى اي سلع، والسلع الاردنيه مقبوله جدا بسوريا، وهنالك مشاركات من اخواننا اصحاب المصانع الذين زاروا سوريا، وهناك في تقبل هائل وكبير للعديد من الصناعات الاردنيه، وكذلك هناك تعطش للسلع السوريه وخاصه ما يتعلق بقضيه الملابس، و هنا ملابس الاطفال والعديد من السلع الذي يحتاجها السوق الاردني وتستورد من عده مناطق جغرافيه مختلفه، فالاردن بحاجتها من سوريا، وكون السلعه مقبوله من ناحيه النوعيه ومن ناحيه الذوق خلينا نحكي، وكذلك من ناحيه السعر،
فبالتالي هنالك علاقة يعني مصالح مشتركة تجمعنا مع سوريا، بالإضافة إلى الجيرة والعلاقة الطيبة اللي بتربطها مع الشعب السوري، والعلاقة الطيبة اللي بتربط حتى علاقة المصاهرة اللي بتربط الطرفين ببعضهما، وكذلك العدد الكبير من المستثمرين الموجودين في الأردن، والذي احنا يعني بنرحب فيهم ونتمنى زيادة استثماراتهم في الأردن. ما هو حجم التبادل هذا الذي نتحدث عنه اليوم، وما هو المنشود مقارنة أو مقابل هذه العوامل التي تفضلت بالإشارة إليها من الجانب السوري؟ اليوم عندما تقارن أرقام ما قبل 12 عام تجي أرقام متواضعة جدا، ولكن هذه الأرقام تعتمد على الرقم الرسمي الذي يأتي إلى الأردن ضمن معاملة جمركية رسمية، اللي هي المانيفست أو المعاملات الجمركية التي تأتي على المناطق الجمركية. ولكن هنالك خلينا نحكي تجارة الظل، اللي هي الشاحنات السيارات، خلينا نحكي السيارات الأردنية أو السورية التي تحمل أرقام العمول والتي تسمى التاكسي. هنالك عدد هائل كبير من هذه السلع تخرج من السوق الأردني، كان منتج أردني أو إعادة تصدير إلى سوريا، وهذا عدد كبير جدا، يعني لا يوجد إحصائية، لكن يعني إذا نظرت إلى الحدود الآن، نحن ننظر إلى الحدود، تجد كم هائل من السيارات الأردنية محملة بالسلع من شتى المصادر، ولكنها هي سلعة مشترى من السوق الأردني أو منتجة من الأرض الأردنية. وعندما تنظر إلى السلع القادمة من سوريا تجد أن هناك في تواضع بحجم هذه الكميات. فالآن الوزارة التجاري كان الرسمي أو تجارة الظل هو لصالح الأردن. نعم، أمام هذه الخطط أو لربما هذا التقدم، ما هي المعيقات التي يجب الالتفات عليها إليها من الناحية الجمركية أو لربما من ناحية التشريعات الناظمة؟ يعني نحن نتمنى من إدارة الجمارك العامة أن تزيد عدد العمالة وعدد الموظفين في الحدود الأردنية السورية، لأن هناك في تأخير بقدوم السيارات أو مغادرة السيارات، وهذا لضغط العدد المركبات وقلة الموظفين، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هناك في معيقات بدها قرار حكومي. يعني اليوم عندما أتي أنا إلى 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 خاصة استيراد السلع السورية اللي أنا بحاجتها، هناك في معيقات بالقرار بمنع دخول هذه البضائع بحجة أن هناك المعامل المثل، والمعامل المثل لا تنحصر فقط ما بين الأردن وسوريا، تنحصر بينه وبين العديد من دول العالم، فلماذا تطبق هنا ولا تطبق هنا؟ وهذا يعني عامل يجب إعادة النظر فيه. هنالك في بعض القضايا اللي لها علاقة في وحدة بنشجعها، بنشجع أصحاب القرار يتشددوا فيها، هي قضايا المواد المخالفة للتعليمات الحكومية أو داخل فيها عمل المخدرات أو أي قضية يعني الأردن يحاربها بشدة وبقوة. نحن مع هذا التوجه بالتشدد لهذا الموضوع، ولكن يجب أن لا يكون هذا عائق اتجاه حركة وانسياب السلع بين الدولتين. نعم، شكرا جزيلا لك سيد نائل الكبريتي، رئيس غرفة تجارة العقبة.